تعال تعال يا صاحبي، تعال اعمل لك معي لقمة. من لما قريه بعدنا هذا القني محمود ما عبصرناش بوقيه انا عافية. قم يا اخي، ايش انت من ادم؟ وكيف يطلع لك طعم تاكل وانت عارف انه بعد دقائق ما تحصل مجزرة واحنا السبب؟ تعرف ايش مشكلتك يا صاحبي؟ انك اثنين بومة مش واحد. كيف؟ كيف اثنين بومة؟ يعني البومة الأول هذاك صاحبي اللي كان يعمل الاغتيالات ويعمل المتفجرات ولا هو سائل، والبومة الثاني الذي الآن جالس قدامي يتبكبك ويأنب ضميره. اسمع يا صاحبي، من لما دخلتنا وانت هذا الطريق قلبي وقلبك لازم نرجمهن للكلاب، ولا تحسب هذه الأرواح الذي بات روح بشر، احسبهن حشرات ذبان دوس عليهن ومشي. لكن إنك تزرع القنبلة وترجع تروح وترجع وتتبكبك، هذا سميه هبل قلة عقل. وبعدين اشتي أقول لك حاجة، لازم تتخلص من ضميرك قبل ما يجي واحد يتخلص منك.